المثليه الجنسيه للسيدات ليه ما عليهاش عقاب؟ هي فعلا ما عليهاش عقاب، ووجهه نظري السبب ان هم الرجال عارفين ان هم بيقعدوا الحريم والنساء في مكان خاص بيهم اطول وقت، فمرجح ان هم يعملوا كده. وممكن جاريه تقعد سنه السيده ما يسالش فيها، هو بينام مع جواري تانية، او يعني او امراه حتى امراته لو ممكن يعمل كده زي معلقه. فعشان كده مباح للمثليه لانها ما بتبانش، وده السبب الاجتماعي. اما السبب البيولوجي الحقيقي طالما ما بتخلفش يبقى انت ما ضيعتش النطفه، ما بتضيعيش النطفه في حاجه فاضيه. اهم حاجه ان النطفه بتاعت الراجل تتحط في مكانها الصحيح عشان تخلف. عشان كده تم تحريم ايه؟ الجماع من الدبر. للسبب ده، عشان خاطر ده ما بيجيبش ذريه، فهو في دماغه انه يجيب ذريه. بس عشان كده يمنع الذكر للذكر. لكن لو اتحصل في الانثى خلاص، في عقاب الزنا اللي هو او العلاقات الجنسيه الخارج الزواج اللي ما تدفعش فيها فلوس تعتبر في الاسلام ايه؟ زنا، يعاقب عليه لكنه اقل ضررا من في الدين من المثليه، لدرجه ان عقاب المثليه كان فظيع بالنسبه في الفكر الديني لما سدوم وعموره اترفعوا واتقلبوا والدنيا اتبهدلت. فدي مشكله في الاسلام في الحته ديت، وكمان في المسيحيه الحته. هل المثليه ليها وجود بالنسبه للستات ولا ملهاش؟ لا ملهاش. يعني هو تخيل انه كل بس عشان خاطر فلوس. تخيل ان انت عمر بن الخطاب لما واحده راحت له، يعني ما بتعملش مثليه ولا حاجه، بس واحد هو بتراعي غنم، واحد ضحك عليها او اقنعها ان هي تمارس الجنس معاه، ومقابل ده ادالها ثلاث حفن من تمر، وجاء تقول له ادركني يا عمر ده انا زنيت. قال لها هو حصل ايه احكي لي. لما حصل لها ثاني قال لها طيب مهر 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 وليس عليك شيء. نام معاها وادالها ثلاث حفن من تمر وكده بقى مهر خلاص. فالقصه ان هو في المقابل طالما انت يا انثى بتعمليه امر في المقابل ده حرام، ولكن طالما اهم حاجه النطفه ما اتحطتش في حاجه مش هجيب عيال، طالما ما اتحطتش في حاجه ما هجيب عيال يسمح او يتغاضى عن المثليه عند المراه. بعكس الرجل بيهدر من ده، انا وجهه نظري كده تفسيرهم كده، بيهدر من الحيوانات المنويه بتاعته اللي هتفيدنا، او ماء الرجل اللي هيفيده هيفيده في التكاثر، العدد بقى الجنود والاطفال وغيرهم والعبيد كمان، عشان العبيد هيتباعوا. دي ده اعتقد هو دي الاجابه يعني.